بسم الله الرحمن الرحيم. انا محمود احمد عمر، خد مرام ومروان ومحمد اسامه، 3 اطفال اللي ماتوا هنا في الحته دي في يوم 20 مارس. الموضوع باختصار، البيت دوت جايله من حي حلوان قرار بازاله الدور الثالث والهنكيس الاول والثاني، تمام. المهم البيت اتباع في 2016 لواحد، الواحد ده وجهني هنا، قال لك انا عارف بالقرار بس انا مش هنفذه عشان ليه حد شغال في حي في الحي، فاحنا كل ما نروح نشتكي في الحي محدش بيستجيب لينا. دلوقتي ال3 اطفال دول ماتوا، 3 اطفال ماتوا يوم 20 مارس 2020 يوم الجمعة الساعة 6، ماتوا هنا في الحتة دي على الكنبة دي 3 ساعات ونص واحنا بنخرجهم من تحت الانقاض. البيت وقع علينا، البيت وقع علينا، صاحب العقار ما اتحاكمش لحد دلوقتي، شهرين اهوت ومحدش اتحاسب. احنا مش عايزين غير حق الاطفال، حق الاطفال فين؟ احنا مهما نعمل ومهما نروح عايزين نبرد نارنا، احنا تعبانين، احنا ما بننامش ما بناكلش ما بنعملش حاجة في حياتنا من يوم ما الاطفال ماتوا هنا واحنا حياتنا واقفة. نروح لمين عشان نجيب حق ال3 اطفال دول؟ هنعمل ايه عشان نجيب حقهم؟ احنا مش عايزين غير حق الاطفال، حق الاطفال اللي راحوا دول ما لهمش ذنب باي حاجة. انا ماليش دعوة، واحد معاه فلوس معهوش فلوس اشترى بيت ما اشتراش بيت، قال لي ادي البيت على دماغك البيت وقع. انا عايز حقي وحق الاطفال، حق اختي، هنجيبهم امتى ولا نروح لمين؟ انا عايز اعرف حق الاطفال ده هيجي امتى؟ احنا عايزين حقنا، احنا هنفضل لحد امتى كده ساكتين؟ بقالنا شهرين ولحد دلوقتي محدش اتحاكم على دول، دول راحوا في شربة مية، انا اروح لمين انا عشان اجيب حقهم؟ اللي ضحى لاجل وطنه لاجل ما يعود النهار، واللي اسم مصر دايما كان له طاقة الانتصار. اللي ضحى لاجل وطنه لاجل ما يعود النهار، واللي اسم مصر دايما كان له طاقة الانتصار. اللي حلمه حلمنا واللي فرحه فرحنا، ايوه واحد مننا. مصر دي بين الاصاله والقلوب الطيبين، مصر دي بتبني لولادنا حلم بكره والسنين. مصر دي غير الاصاله تبني لولادنا حلم بكره والسنين. واللي يرفع اسمنا يبقى اغلى عندنا، من حياتنا نفسها يبقى واحد مننا. ايوه واحد مننا. اللي ضحى لاجل وطنه لاجل ما يعود النهار، واللي اسم مصر دايما كان له طاقة الانتصار. اللي ضحى لاجل وطنه لاجل ما يعود النهار، واللي اسم مصر دايما كان له طاقة الانتصار. اللي حلمه حلمنا واللي فرحه فرحنا، صباح الخير على احلى مشاهدين قناه الصحه والجمال.
حلقة جديدة ومميزة من برنامجكم نعم أساطير، الحلقة رقم 165 من الموسم 14، وزي كل مرة ما بقولها لكم نعم أساطير مش مجرد كلمة بتتقال، نعم أساطير أقوال وأفعال. النهاردة حلقة مميزة جدا، أنا كل مرة بتكلم معاكم عن المشاكل اللي بتخص المدينة، القرية، حي، مهم مشكلة وخلاص. النهاردة هنتكلم عن طموح البنات، وهيكون معايا ضيفة لذيذة شوية، جميلة، طموحة، جدعة، معايا ومعاكم لمياء خالد. ازيك يا لمياء؟ ازيك يا صباح، عاملة ايه؟ الحمد لله. طب حابة لمياء تعرف نفسها للجمهور، مين لمياء؟ لمياء خالد من قرية سنتيني، مركز متغمر، محافظة الفخرية، بشتغل في مجال القروض. طب يا لمياء، انت حبيتي انت تتكلمي عن طموح البنت، ايه طموح البنات عندكم في الارياف؟ يعني انت كبنت في الارياف انت شايفه وجهه نظرك ايه؟ بصي، هو عموما في الارياف او في المدينه اي بنت لها طموح، تمام؟ طموح البنت في الارياف بتختلف عن المدينه، بمعنى ان طموح البنت في الارياف بتبقى في حاجز سلبي، في تاثير، لكن في المدينه بتختلف، ان الوضع بيبقى مش زي القريه الريفيه. يعني احنا، يعني انا بشوف ان البنات اللي بتبقى في الارياف معظمهم مش بيبقوا مكملين تعليمهم، فهل ده بيبقى مش سبب؟ في كل الكرة. يعني انت شايفه ان في بنات بتكمل تعليمها كويس قوي، بس يعني بس معظمهم في اهالي بسبب العادات والتقاليد زي ما انت ما قلتي بيمنعوا الموضوع ده. تمام، وحاجز سلبي من جيران، قرايب، كل ده تاثيرات سلبيه بيخلي البنت مش تشوف نفسها في الحلم بتاعها، مش عارفه توصل لحلمها. تمام. طب انت كلمياء حابه تقولي ايه الحته دي لطموح البنت بالذات؟ اي بنت جواها حلم نفسها تحققه، فانت شوفي نفسك في الحلم ده واكيد هتحققيه ان شاء الله باذن الله. شيلي الحاجز، اكسريه، شيلي كل السلبيات، هتحققيه باذن الله. طب لمياء، انت قلتي لي في بدايه الحلقه ان انت شغاله في الكارد. تمام. طب الكارد ده احنا بناخده ازاي وخصوصا بقى في القريه عندكم؟ بصي، هو الكروت بتختلف من بنك لبنك. في بنك يديكي كارد على مشروع قائم، في بنك يديكي بصوره بطاقه، في بنك يديكي على مشروع قائم وبطاقه ضريبيه وسجل تجاري. تمام. فبتختلف من بنك لبنك. طب في حاله الكورونا اللي موجوده دلوقتي، ايه اللي بيضمن ان احنا ناخد الكارد ده؟ هو او بيعرفوا يسددوا ازاي؟ هي دي تاثيرات سلبيه في موضوع الكورونا، في معظم البنوك اجلت. تمام. تمام. وفي بنوك دفعت 50% من قيمه القسط. تمام. وفي بنوك عملت ترحيل، يعني اختلفت من بنك لبنك. يعني طبعا ايه ترحيل؟ يعني اجلوا القسط؟ لا، بيرحلوا القسط لاخر الكارد خالص. يعني مثلا بمعنى ان القسط بتاعها هتدفع مثلا 3 شهور، كان شهر 3 وشهر 4 وشهر 5، اتاجلوا لنهايه القرض معايا. تمام. طب ماشي، احنا قبل البرنامج ما يبدا واحنا قاعدين مع بعض كده بندردش، قلت لي انت نفسك تبقي مذيعه. طبعا. طيب انت الكاميرا معاكي، الكاميرا بتاعتك معاكي، عايزاكي ان انت تكلمي الجمهور واعتبري ان انا مش موجوده خالص. تمام. اتكلمي بقى، يعني جمهورك اهو معاكي واتكلمي. صباح الخير، صباح الامل، صباح التفاؤل على احلى مشاهدين في الدنيا. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج نعم استطيع. نعم استطيع مش مجرد كلمه بتتقال، نعم استطيع اقوال وافعال. النهارده هنتكلم مع بعض في حلقه جديده، هنتكلم عن طموح البنت وعن التاثيرات السلبيه للبنت خصوصا في القرى الريفيه. هنتكلم فيها بعد الفاصل. طب يا لمياء، طب انت بقى معاكي دلوقتي مفاجاه، يعني احنا معانا دلوقتي مفاجاه. تمام. هيبقى معاكي استاذ وليد، المنتج الفني، الباشمهندس وليد شعلان، المنتج الفني للبرنامج. معاكي بقى في التليفون، قولي الو. الو الو، صباح الخير. قولي الو، هو هيرد عليكي. الو، صباح الخير. الو استاذ وليد، صباح الخير يا صباح. صباح الخير عليك. الو، صباح الخير يا صباح، سامعيني؟ الو، هو احنا مش سامعين صوت. الو، صوت واطي. الو، صباح الخير. طب هو هتلاقي بس في حاجه حصلت في الكنترول. طب الو، صباح الخير. الو، ايوه يا استاذ وليد.
ازيك عاملين ايه؟ صباح الخير. ازيك يا استاذ وليد؟ لا خلونا ناميه معاك. النهارده الصباح وارحب طبعا بجميع اللي معايا. خالد ازيك يا ناميه؟ ازيك يا استاذ وليد؟ ازي حضرتك؟ انا دخلت مخصوص على فكره. ربنا يخليك. عرفت عن حلمك وحققه لك، جاهزه للحلم ده؟ اه باذن الله، ربنا يخليك. طيب ان شاء الله عدى اجازه العيد بخير ان شاء الله، وان شاء الله تشرفيني هنا في زياده الضرايب معايا، وان شاء الله اسبوع 10 ايام بالكيلو هتكوني معانا مذيعه في البرنامج ان شاء الله يا رب. باذن الله، ربنا يخليك. شكرا لحضرتك. قلت النهارده علمت عن حلم ورغبه وانا منبهها لك. اتمنى بقى الانضباط، اتمنى التركيز والتدريب عشان نعمل حلقات موفقه ان شاء الله، ونعلي قوي قريه سنتيني مركز متغمر باذن الله. حافظ بالي. تمام باذن الله. شكرا لحضرتك. طب انا عايز اعمل نعي كده ممكن استاذنك؟ تمام اتفضل. عندي نعيين زملاء في قناه الصحه والجمال عايزين نعيهم. عندي نعي الاولاني لاخونا وحبيبنا الاستاذ نصر الشاهد مدير الانتاج بقناه الصحه والجمال، ابن عمه عايز نعيش ابن عمه الاستاذ عماد عبد الرحيم الشاهد، ربنا يرحمه يا رب ويتغمده بواسع رحمته وتوفاه الله امبارح وان شاء الله في الجنه يا رب ان شاء الله. ربنا يرحمه يا رب. ودعوه للناس اللي تسمعنا تدعي له بالرحمه والمغفره، وان شاء الله يا رب يا رب مفاتيح جناته يا رب العالمين يا رب يا رب ان شاء الله يا رب يا استاذ زريب. ربنا. النعي الثاني عايز انعي اخويا وحبيبي المخرج الاستاذ تامر عبد المجيد، عايز انعي في وفاه حماه الحاج احمد جاب الله، برضه هو كان من اربع ايام ولكن والله احنا ما اعرفش شخصيا النهارده وكان لازم ادخل اعزيه على الهواء. الاستاذ تامر شخصيه محترمه وربنا يا رب يرحم حماه ويلهم اهله الصبر والسلوان، وان شاء الله يا رب في الجنه ونعيمها لاجل الناس ماتوا في ايام محترجه. ربنا يرحمهم يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. ربنا يا رب. اسف طبعا على التوقف وكمل وقتك. اتفضل. تحت امرك يا سلام. ودلوقتي اهو كده انت حلمك اتحقق مع استاذ وليد. وان شاء الله ان شاء الله تبقي احلى مذيعه. ربنا يخليكي. والنجاح وده اللي احنا حابين نقوله هنا في نعم استطيع، ان انت كبنت من الريف انت لازم تحققي حلمك، لازم توصلي رسالتك للناس. أكيد. وتقولي انا هنا في نعم استطيع انت تقدري تقولي انا موجوده، انا اقدر احقق كياني. انت مش شرط ان انت كبنت تسكتي، لا انت بنت احلمي. والصعب انك انت تحققي حلمك، السهل انك انت تحلمي. لازم تجري ورا حلمك وتحققيه عشان تحققي حلمك. طب يا رمياء انا حباكي ان انت تقولي كده كام رساله لحد حابه توجهي له رساله، يعني انت كده الكاميرا معاكي وجهي رساله للشخص اللي انت عايزاه. اول حد عايزه اوجه له رساله بابا، ربنا يخليك لينا. انت احلى حاجه في الدنيا فعلا والله، وماما كمان انت جنه البيت. صحابي بقى دايما بيشجعوني، يعني تشجيع كلية ده حاجه ثانيه والله العظيم. طب انت يعني انت كان حلمك اصلا من انت صغيره انت تبقي مذيعه ولا ايه؟ حابه الفكره، يعني عارفه حابه الفكره بس ما كنتش عارفه ان انا هوصل بصراحه. ازاي يعني؟ حلمي ابقى مذيعه واطلع واتكلم الناس وكده بس. طب ايه الرساله اللي انت هتبقي حابه توجهها للناس؟ يعني انت لما هتبقي مذيعه ان شاء الله وتكسري الدنيا في نعم استطيع، ايه فكرتك في البرنامج؟ يعني انت هتتكلمي معاهم في ايه؟ اكيد البرنامج معايا يكون متميز، في تألق، في جديد. انتظروني. انتظروا لمياء يا جماعه في نعم استطيع، هتكسر الدنيا زي ما بتقول. طيب انت يعني في مشاكل بتواجهكم في القريه؟ في بنات ما بتكملش تعليمها ولا في بنات بتكمل ولا ايه بالظبط؟ في وفي. يعني معظم الاهالي مش زي بعضها، فاهماني؟ في ناس عايشه بتقاليد وعادات قديمه، دي فعلا بتاثر. معظمهم في الصعيد يعني. انا بشوف الموضوع ده كله في الصعيد. في الصعيد بيجوزوا البنات في سن قليل جدا، ما بيخليهمش يكملوا تعليمهم. بشوف ان هم فعلا بيظلموا البنت بسبب عادات وتقاليد برضو. ما هو ده موجود طبيعي. العادات والتقاليد دي موجوده في كل حته يعني. عندهم موضوع ان البنت ما تكملش تعليمها، دي مشكله كبيره، مشكله كبيره جدا فعلا. مش بيحسوا بيها البنت، اللي بيأثر على حلمها، بيأثر على مستقبلها، بيأثر عليها هي، فاهماني؟ لكن كموضوع الاهل، هي عادات وتقاليد عندهم، احنا لازم ده طبعنا هنمشي بيه. لا انا بختلف معاكي في النقطه دي، يعني طبعنا هنمشي دي. لا يعني معلش، انا كبنت عندي طموح وحابه ابقى عندي ماشي، مش هعمل حاجه برضو من غير ما اخد أكيد رأي لازم اهلي. اهلك بس انت حلمك لازم تحققيه. بس يعني برضو لازم هاخد راي اهلي وهيأثروا عليا بالسلبي لان هم عايزين كده، فانا مش هقدر اعمل حاجه طبعا من غير ما. في اهالي في بالملاينه في
انت بتتكلمي على موضوع الصعيد، لكن ماشي بس في الصعيد في اهالي كويسه جدا يعني، في انا اعرف طبعاً شخصيا اهالي في الصعيد مخليين بناتهم دكاتره مهندسين. طبعا اهل الصعيد كلهم حبايبنا يعني. بس احنا بنتكلم على عادات وتقاليدهم، فبتاثر فعلا على البنت وبتاثر عليها حلمها. تمام. معانا استاذ نعيم مداخله. الو الو الو. انت فرحتي قوي. زميلي في الشغل. ازيك يا نعيم؟ انا فاهم مبارك اصلا. يا تمام الحمد لله. تمام الحمد لله. تمام. طب يا استاذ نعيم انت شايف لمياء ايه في الشغل؟ كسوله بقى وكده ولا ايه؟ يا باشا استاذه لمياء بنتعلم منها. ربنا يخليك. بتتعلم منها والله بجد. ربنا يخليك يا نعيم. حد محترم يعني، هو عيشها ماشيه في شغلها ما يرضي الله بامانه يعني. ربنا يخليك يا نعيم. طب حضرتك حابب توجه لها رساله تقول لها ايه؟ قول لها ربنا يكمل مشوارك على خير. تمام. ويعني ايه؟ يعني بتعمل حاجات كتير يعني مع ناس كتير بامان. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا نعيم. طيب ماشي. شكرا يا نعيم. انا حابه اشكرك جدا. مبسوطه بالحلقه معاكي، بس طبعا وقت البرنامج بالنجاح والتالق، وان شاء الله بعد العيد نتابع حلقاتك و باذن الله. حابه اقول للجمهور في نعم استطيع هتقدري تحققي حلمك. في نعم استطيع دايما بنقولها انت تقدري تحلمي وتحققي، انت تقدري تقولي انا هنا موجوده. في نعم استطيع احنا كلنا بنقدر نحقق حلمنا. شكرا واشوفكم في حلقه جديده. سلام.